بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم تعالى علما. ان شاء الله النهاردة يا جماعة هنتكلم عن اختبار الشوائب اللبنية والكشف عن الغش. هنخلي الكشف عن الغش في فيديو قادم ان شاء الله، لكن المرة دي هنتكلم في عجالة سريعة عن اختبار الشوائب في اللبن. طبعا احنا لما بنشتري علبة لبن من علبة معبأة في شركة من الشركات المعتمدة ليها مواصفة معتمدة على المواصفة القياسية المصرية، بتكون بتعمل الحاجات اللي احنا عارفينها اللي هي تنقية اللبن، بتنقيه باستخدام منقيات او دياريتور ومجموعة كبيرة من الفلاتر اثناء عملية التصنيع، سواء كان لبن مبستر او سواء كان لبن معقم. المبستر اللي هو قصير العمر، يعني بيقعد معاك 7 ايام بس، والحليب المعقم هو الحليب اللي بيقعد معاك 6 شهور على المواصفة القياسية المصرية. طبعا سواء ده او ده بيتم عليه اجراء عملية الاختبار الخاصة بشوائب اللبن. لكن اللبن التجميع الشوائب بتاعته بتكون كبيرة، العدد البكتيري فيه بيكون كبير، يعني انا بتكلم عن اللبن اللي بشتريه من عند البقال اللي هو اللبن غير معبأ في عبوات معقمة او مبستر. الشوائب اللبن هي اساس تلوثه بالميكروبات الضارة، علشان كده بنقول ان اللبن اللي جاي من عند البقال ميكروبات كتير، ملوثات كتير، ده بلا شك، يعني لانه بينتقل من وعاء لوعاء لوعاء حتى وان كان بينقل في درجات حرارة منخفضة. الملوثات اللي هي بتكون مسببة للامراض المختلفة للانسان، وايضا بتسبب فساد للبن، وكمان بتقلل من القيمة الغذائية، علشان البكتيريا هي اللي بتشتغل في اللبن بدل ما الانسان هو اللي يستفيد بيها. البكتيريا دي بتتغذى على المكونات العناصر الأساسية اللي بتكون موجودة في اللبن، فبتكسر السكر وبتكسر البروتينات وبتكسر حاجات كتير في اللبن. علشان نقدرها ممكن نستخدم إزازة جربر، هي عبارة عن زجاجة مفتوحة الطرفين، بتاخد حوالي 0.5 كيلو، أحد طرفيها ضيق والاخر متسع. بالناحية الضيقة بتوجد شبكة من السلك الرفيع بتتصل بالزجاجة عن طريق مفصل، وبنحط او بيكون فوقها قرص من القطن النظيف المعقم. لما يتم ملء الزجاجات بعينة اللبن بيمر خلال القطن فيصفي ويبقي ما به من شوائب على سطح القطن، وتوضع اقراص القطن على ورقة نشاف، وبتقارن العينات بعضها ببعض بحيث ان كمية الراسب بتعطي فكرة عن درجة نظافة اللبن ومدى العناية بانتاج لبن نظيف. طبعا لو عملنا الاختبار ده على لبن معقم، طبعا المفروض من الطبيعي او من الصحيح انه لا يتم خروج اي كمية من الشوائب. اما في اللبن الاخر اللي هو لم يمر على فلاتر ولم يمر على مرشحات، هنلاقي ان كمية الرواسب كبيرة. لحد هنا انتهى الفيديو، وما تنسوش الاشتراك بالقناة والضغط على لايك وتابعونا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم تعالى علما، والسلام عليكم ورحمة الله.